بدخول أمطار عاصفة خلال الأيام القادمة على المملكة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. جمعة مباركة، وإن شاء الله سوف نقدم لكم المدن المعنية في هذه النشرة الإنذارية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب إن شاء الله ابتداء من هذا المساء والأيام القادمة بإذن الله. أمطار عاصفة متواصلة على المملكة، وكذلك منخفض جديد سيغطي المملكة خلال الأيام القادمة، فزادت التوقعات ثابتة بإذن الله. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. بتربي عليكم وتسودعونا بلايك، شكرا لكم. والآن سوف نمر إلى التفاصيل، ويتوقع بإذن الله ابتداء إن شاء الله بعد الزوال اليوم إن شاء الله استمرار الأمطار الغزيرة والمعتبرة لعدة مدن من المملكة، والمدن المعنية فهي تاوريت وتازة فاس سليمان فاس مكناس الخميسات والماس إفرانس كورة مداز وطات الحاج ميسور ميدل تومفيت خنيفرة. أمطار قوية محليا وتساقطات ثلجية كثيفة على تومفيت وإملشيل وأزيلال وإكوميدن وأمزميز وأيمنتانوت وكذلك تشين غير وراشيدية وورزازات وكذلك أزيلال أكادير بوحشيبة. وأمطار معتبرة إن شاء الله على الجنوب الشرقي على زقورة وفم مزقيط، وأمطار جد قوية كذلك متواصلة على الجنوب الشرقي للمملكة. سوف تعرف أمطار متواصلة وغزيرة محليا إن شاء الله. كذلك فترة الليلية استمرار هذه الأمطار إن شاء الله على الرشيدية وتبانت وكذلك مرزوقة والجنوب الشرقي وفم مزقيط. أمطار ضعيفة كذلك على الناظور والحسيمة وجرادة وجدة ودريوش بإذن الله، ستكون بعض التساقطات لكن أمطار نسبيا ضعيفة. يوم السبت إن شاء الله استمرار بعض التساقطات المطرية على الصويرة وأيدا وتبقى ضعيفة محليا وكذلك وكيمدن وأمزميز وإمن تانوت وورزازات، وأمطار قوية محليا سوف تتجه إلى المكة خلال الأيام التي سوف نقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله. يوم السبت كذلك فيتوقع أن تكون انفراجات ومع أجواء نسبيا غائمة، ستبقى الأجواء نسبيا مستقرة إلى قليل ما عدا بعض التساقطات الضعيفة هنا وهناك نسبيا تبقى ضعيفة محليا. إلى الأيام القادمة يتوقع بحول الله تقدم منخفض جو أطلسي سيؤدي إلى أمطار عاصفية وقوية، فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا توقيت هذه الأمطار العاصفية والقوية إن شاء الله. وبالنسبة توقعات يوم الخميس احتمال دخول كذلك بعض التساقطات المطرية خصوصا على الشمال الغربي على العراق سيدي سليمان والرباط دار البيضاء ببرد إن شاء الله. كذلك يوم الخميس إن شاء الله فترة المسائية استمرار كذلك التساقطات المطرية ودخول أمطار معتبرة مع احتمال عواصف رعدية على إساقن وكذلك وزان لقرية أبو محمد سيدي سليمان الرباط دار البيضاء برشيد القار الرماني والخميسات كذلك خريبقة وطزم خنيفرة وابن ملال وأزيلال ووطات الحاج وكذلك أبو عرفة وأبو عنان والجهة الشرقية على وجدة بحول الله. فيحتمل إن شاء الله استمرار بعض التساقطات المطرية الغزيرة والقوية إن شاء الله. ما زالت التوقعات ثابتة بدخول أمطار الخير على وجد وبركان الدريوش الحسيمة إساقن وتاونات وفاس وكذلك والماس الروماني وتزم أمطار حاضرة على خنيفرة وكذلك خنيفرة وخريب قبني من لاز قلعة سراغنة سيدي بوعشمان أكادير بوعشيبة بن قرير اليوسفية شيشاوة مراكش إمجشيل إمن تانوت وخميس ولاد الحاج إن شاء الله. الفترة المسائية استمرار الأجواء المضطربة خصوصا على الشمال الشرقي للمملكة على بوعرفة وكذلك ميدلت بني ملال وطات الحاج. أمطار غزيرة معتبرة كذلك على بني ملال ومرتفعات الأطلس إن شاء الله. يوم السبت إن شاء الله فيحتمل أن تكون أجواء مستقرة إن شاء الله، فنحمل التبات إن شاء الله لهذه الخيرات. بالنسبة كذلك لتوقعات نموذج الأمريكي بحول الله، فيتوقع بإذن الله إذا منخفض جوي عملاق يتجه إلى المملكة يشير له ويرسم له النموذج الأمريكي بإذن الله GFC بإذن الله، وأمطار عاصفية وقوية إن شاء الله. سنرى كذلك المنخفض الذي كان سوف يكون في النموذج الأوروبي كما تشاهدون أمطار غزيرة ومعتبرة. ما زالت النموذجين الأمريكي والأوروبي متفقان بدخول أمطار عاصفية خلال الأيام القادمة على المملكة كما تشاهدون ابتداء إن شاء الله من الأسبوع المقبل بحول الله. نسأل الله الثبات كما تشاهدون إخوان الأعزاء، وكذلك مع احتمال تقدم منخفض جو آخر كما تلاحظون منخفضات متتالية إن شاء الله. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات إن شاء الله. وكما تشاهدون بالنسبة لتوقعات الفترة المسائية هذه التوقعات كذلك أمطار متمركزة على الجنوب الشرقي كذلك وبعض التساقطات المطرية فوق المرتفعات الأطلس.